اسم طيبة سليم، المركز الهجوم، الرقم 15. شاركت في عدة بطولات اللي هي من ضمن نادي القوة الجوية، بطولة الشاطئية، بطولة مع السداسي، بطولة الساحات، وبطولة مع الصالات. حققنا مع نادي القوة الجوية بالشاطئية الأول، بالسداسي الأول، وبطولة الساحات المكشوفة ثاني، وفي بطولة الصالات للدوري العراقي المركز الثالث، ومع بطولة كأس العراق حصلنا المركز الثاني. وشاركت عدة بطولات مع المنتخب الوطني اللي هي مع الساحات المكشوفة، وأيضا مع بطولة غرب آسيا اللي حصل بها المنتخب العراقي المركز الأول. حصلت على هداف البطولة، يعني هو كان الوصيف نعتبر، مع نادي الزوراء بالموسم 21-22، ومع نادي القوة الجوية حصلت أهداف 13 هدف في الدوري العراقي. سجلت سوبر هاتريك مع نادي القوة الجوية في لعبة مهمة كانت مع نادي الزوراء، سجلت فيها هدفين وكانت مباراة ممتعة. وأيضا سجلت أيضا على هاتريك في كأس العراق على نادي بلادي وأيضا على نادي شهربان. عدد أهدافي مع نادي القوة الجوية في الموسم الحالي كانت 14 هدف، وأهدافي مع المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا كانت تسجيلي هدف واحد مع صناعة الأهداف. أفضل إنجاز حققته بالنسبة لشيء شخصي يكون اللي هي بطولة غرب آسيا مع المنتخب الوطني، والإنجازات الكثيرة تكون مع الأندية اللي هي تكون الجماعية أيضا والفردية، فهذا شيء يكون جميل بالنسبة للاعبة. أمنيتي تكون مع نادي القوة الجوية الحصول على درع الدوري في كرة القدم الصالات أو أيضا في الساحات المكشوفة.